رسالتك لمن توجهها كثائر عدنان؟ أوجهها للمسؤول أستاذ نبيل، يعني عليهم يراجعون نفسهم، عليهم أن يرجعون للخبراء وللفنيين وللجان الفنية. يجب أن تكون القرارات وفق مشورة، يجب أن يتركون القرارات الارتجالية. بالتالي أنت نجم، هذا كلام، وأنت الآن إداري تقود منتخب 40 مليون نسمة، هذا قرارات أخرى يجب أن تكون وفق منطق وعلم، ما وفق الارتجال، ما وفق العواطف. الآن يجب أن يعرفون الموضوع أكبر من أنه أنا نجم ويجب أن أقود الاتحاد أو أقود المنتخب، الموضوع كبير. تمام. يجب أن تكون هناك حكمة، ويجب أن يفكرون بعقلانية في سبيل اتخاذ القرارات الصحيحة. نعم.